بإذن مولوي سامي من جلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023. الجلسة افتتحها الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي. الأمر فعلا يتعلق بافتتاح السنة القضائية، مناسبة كيستعرض فيها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهم المنجزات التي أنجزها، يعني أنجزتها المحاكم المملكة، يعني المحاكم الموضوع، وكذلك مناسبة يستعرض فيها المجهودات التي قامت بها محكمة النقد. بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023، قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة الحسن الدكي عرضا لحصيلة العمل القضائي. كما أشار السيد الحسن الدكي أن منظومة العدالة اليوم تعرف عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد-19، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقد ومحاكم الموضوع. وجرى في ختام جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مجموعة من القضاة، من بينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة الحسن الدكي.